عنايات التي خرجت على الإعلام وتؤكد أنه هو كان محايد وكان شخص غير محايد وكان شخص متورط ومتورط لمصالحه ومنحاز لأطراف دون طرف دون آخر. فبالتالي نحن نجمد هذا الحوار وندعو لحوار برعاية فقط من الأمة المتحدة في أطراف ليبيا وعلى أرض وعلى أرضنا في ليبيا وبين الأطراف الليبيين فقط. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بإمكاننا صناعة دولة. سيد محمد.